تقدر تسحب الكاميرا؟ نعم، ومن المبدعين في سحب الكاميرا. من كم مبدع معنا في البرنامج يسحب الكاميرا؟ انا اتكلم عن نفسي. كم مبدع معنا واحد؟ انا اتكلم عن نفسي. من ينافسك؟ والله استضف كل واحد انت من تشوف من ينافسك؟ اخوياك قال اللي قال كلهم ينافسون المركز الاول، انا الجمهور كل الاربعين ينافسوني. ينافسون وليد الحين. تدري المخرج يقول ما في احد يسحب الكاميرا؟ لانكم كلكم اصلا ساحبين الكاميرا في جلسه واحده. انت انا تكلمني على المدى إيه، فاقول لك انا اقول انت تقول انا اقدر اسحب الكاميرا، فاقول لك مين اللي ينافسك؟ قلت لي ما في احد، فقلت لك كلكم اصلا تجلسون في مكان واحد فكلكم تسحبون الكاميرا يعني. لدرجه انه يحط على جلسه تقعد نص ساعه اثنين يسولفون. تدري وش ميزتك يا تركي؟ سم انك تحذف السؤال له او ساعة طويله، واذا مشينا مع الخط اللي انت كنت تقصده. طب عطني الجواب، عطني الجواب، عطني اقرب جواب عندك الحين. فيش. في موضوع سحب الكاميرا. سحب الكاميرا، انا من الناس اللي اقدر اسحب الكاميرا لي. وكيف تعرف ان الكاميرا جاتك؟ طالع الكاميرا؟ ها؟ طالع بالكاميرا؟ لاني واثق انها تجي، ما يحتاج واثق. شو. من وين جاتك هذه الثقه؟ والله من ثقه وليد في نفسه. من بين 40 شخص مشارك في البرنامج، كم واحد يسحب الكاميرا؟ انا اشوف انك تجمعهم وتسالهم السؤال. طب انا اسالك. ما عندي اجابه. ما عندك اجابه؟ نعم. طيب.